مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد القادر النايل. اهلا بكم سيد عبد القادر. بدايه، مفوضيه حقوق الانسان قالت ان حوادث الطرق خلفت ما يقرب من 3000 قتيل ونحو 22000 مصاب خلال النصف الاول من العام الجاري. الى ما ترجع هذه الارقام؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما أن فقدان السلامة المرورية والأمن العام للطرق هو الأساس في الحوادث، وبالتالي تتحمل حكومات الاحتلال ما بعد 2003 المسؤولية المباشرة، لأنها حقيقة أولت أناس غير أكفاء في قيادة المرور وفي ليس لديهم أي خبرة، وبالتالي فقد المرور وقواعد السير المرورية هيبتها، وبالتالي هم لم يستطيعوا أن يصلحوا الطرق التي يسير عليها الناس في العراق، بل هناك أعمال وهمية سرقت فيها أموال كبيرة من أساسها صنع حقيقة إلى طرق عبارة عن طرق الموت في العراق. عندما نقول أن الطرق الدولية التي كان يمتاز العراق فيها، لأنها كانت حقيقة طرق يشير إليها بالبنان من جميع الدول عندما يأتون برا إلى العراق والدول الجوار، كانت هذه الطرق نموذجا حقيقيا، لكن بعد الاحتلال وكما تعلمون أن الآلة العسكرية قد مشت عليها، وبالتالي المبالغ التي سرقت من قبل الحكومات إلى دعم مديرية طرق الجسور في العراق كبيرة تماما. كانت ما تأثير هذه الحوادث على الاقتصاد العراقي بشكل عام؟ اولا، هذه الحوادث حقيقه جعلت من الطرق غير امنه، وبالتالي تقلصت عمليه الانتقال من المحافظات وانتقال الطرق المدنيه، الناس غير مؤمنه على حياتها، وبالتالي اذا ما كنا نتكلم عن السيارات الصغيره هي الان تستهد هذه الحوادث، فكيف يمكن ان تكون هناك تجاره موجوده، فضلا عن الارواح الكبيره التي كثرت من العراقيين، فضلا عن الخسائر الماديه للممتلكات الخاصه والعامه جراء الحوادث، فضلا على انه هذه الطرق اصبحت غير صالحه للاستخدام، لانه لا ينبغي فقط ان نضع ان القواعد المروريه هي الاساس، لانه اليوم لا يوجد هناك اي قواعد مروريه في العراق، لا توجد هناك اشارات ضوئيه ولا الى هذه اللحظه، في بغداد العاصمه هناك طرق مغلقه لصالح مسؤولين، وبالتالي هناك مسؤولين ايضا حكوميون في مقاطع كثيره من الفيديوهات تنتشر وهم يسيرون عكس السير، وبالتالي الطرق الامور في العراق لا يوجد هناك سلامه مروريه، لا يوجد هناك تطبيق للقانون، وهذه الفوضى حقيقه هي تخدم ان تكون هناك سيارات لصالح تجوب الطرق بعكس السير تنفيذ رغباتها، هذا كله حقيقه اربك الوضع مما جعل الخسائر الماديه والبشريه. وضحت الفكره سيد عبد القادر النايل، اثرت على الاقتصاد. شكرا لك عبد القادر النايل عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي.